ضمن الأشياء الأساسية لمهرجان كونه باعتباره موجود في مصر في بقعة الشرق الأوسط شمال أفريقيا. هناك اهتمام كبير بالأفلام العربية وهناك تنافس حقيقة ضخم جدا على الأفلام العربية. يعني إذا كانت المهرجانات الدولية بالمنطقة العربية سواء كانت القاهرة أو قرطاج أو مراكش تتاح لها عدد كبير من الأفلام الدولية ممكن تنتقل عندها، إلا أنه الأفلام العربية تشبه البحيرة الصغيرة، وبالتالي عدد الأفلام الجيدة اللي ممكن أن تكون تستحق تلعب مهرجانات دولية قليلة. وللمرة الخامسة ليكون لنا الفرصة أن نستحوذ على الجزء الأكبر من الأفلام الممتازة، وخاصة هذا العام. يعني هذا العام كان لنا 5 أفلام رواية طويلة و3 وثائقية و7 قصيرة إضافة لفيلم خارج المسابقة. هذه السنة أيضا احنا حققنا أيضا ريكورد بخصوص عدد الأفلام المصرية المتاحة لنا للمهرجان. هناك 7 أفلام مصرية في الوقت اللي كثير من المهرجانات تعاني من تواجد الفيلم المصري. كل هذا يخلينا نعتقد ان احنا ماشيين بالطريق الصحيح، وبالتالي هذا كله زاد ان المستقبل راح نقدر نعتمد عليه ويكون المهرجان هو موطن للسينما العربية. احنا السنه دي طبعا ثاني سنه نعمل المهرجان في فتره الكورونا اللي احنا فيها، فالسنه دي برضو نفس الاجراءات اللي اخذناها السنه اللي فاتت واكتر حتى عشان النهارده في لقاح. فاولا كذا حاجه، السنه الثانيه الفعاليات بتاعت المهرجان كلها هتكون في مركز الجونه للمؤتمرات، فده هتكون حاجه كويسه لانها دايما في المفتوح، وان شاء الله زي ما المهندس سميح قال احنا شغالين دلوقتي عشان نرجعها بالظبط على شكلها اللي كانت عليه النهارده الصبح. الحاجه الثانيه انه كل الزائرين يا اما عندهم واخدين لقاح كورونا يا اما في بي سي ار تيست نعملهم، ووزاره الصحه والسكان دعمنا دعم تام بوجود فرق عندها للقاح اللي هو في الجرعه الواحده وجاهزين للجميع الزوار اللي جايين. النقطه الثالثه ان كل الناس اللي شغاله عندنا في الفنادق وفي فعاليات المهرجان وفي مدينه الجونه عامه كلهم واخدين اللقاح، فاحنا جاهزين تماما وبمساعده فعلا وزاره الصحه ان شاء الله السنه دي هتكون سنه ممتازه جدا من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الصحيه.